وحتى كان وقع هذا المحظور، حتى كان وقع هذا المحظور، كيفاش تنجم الأسرة تساعد أبنائها على أنه تخرج من هذا المحظور دون أضرار، سواء كان نفسية ولا اجتماعية وأسرية؟ يوليش يقولك نحرمك من كذا ونحرمك من كذا، وتولي مقاس لاني ولدي ولا نعرفك، معناها يولي الإنسان هكاك يقولك ما نقول الجملة. الأسرة اليوم مدعوة إلى فتح قنوات الحوار مع الجميع، يعني هنا لابد من صراحة كاملة بين الآباء والأبناء، ولابد من تعامل على أساس الصراحة والمصارحة، يعني حتى يجب أن تكون حتى ولو هي غير موجودة، هي غير موجودة لأن ربما معناها المشاغل الآباء والأمهات معناها في شغلهم طول اليوم، وربما ينالهم التعب معناها بالليل، وبالتالي يعني ماذا تحتاج أيها الابن، ماذا تحتاجين أيتها البنت، معناها إذا كان معناها معلوم الدروس الخصوصية تفضل وانصرف إلى بيتك وانشغل بكراسك وبكتابك، وهذا ما يجب تغييره. لابد أن نحرص في أوقات لقاءاتنا على طاولة الغداء، على طاولة العشاء، في سهرة عائلية، في أثناء معناها ربما مرافقة الأبناء لآبائهم في السيارات معناها في النهار، نسأل الابن أو البنت منذ نعومة أظفره كما قال سي أحمد مشكور، منذ مثلا دخوله إلى الروضة ولا قبل ذلك، عن الأجواء، أجواء الدراسة، حتى نتفطن من خلال الحديث إلى ما هو محظور ونقوم بالإصلاح المطلوب. نعم. هنا أبناؤنا حتى وإن كنا لم نتدرب على هذا سابقا، علينا اليوم أمام هذا الخطر الداهم أن نغير وسيلة تربيتنا، وعلينا أن نعتمد الحوار آباء وأمهات مع أبنائنا. نعم. علينا أن نطلع على مشاكلهم وعلى مشاغلهم، وعلينا هنا بالتحسيس وبالإصلاح وبالتوجيه. وربما هنا في كلمات نحب نقول تحية إلى رجال الديوانة، ولكن هل من مزيد؟ تحية إلى رجال الأمن، ولكن هل من مزيد؟ تحية إلى رجال التربية، ولكن هل من مزيد؟ وتحية إلى رجال الأعمال، وهل من مزيد لبناء مثل هذا المركز المتميز؟ لأننا في الواقع في حاجة إلى أكثر من مركز، مركز المساعدة والإصغاء بالطينة. طبعا لابد من توفير هذه المراكز، لأنه تقريبا عدد المدمنين يفوق بكثير طاقة استيعاب هذا المركز، ما يتحملش تقريبا أكثر من 30 سرير. يحبوا يوسعوا، يحبوا يكبروا في هذا المركز، ولكن الإمكانيات المادية تعوزهم. اللي يحب يعاون هذا المركز موجود في صفاقس، مركز المساعدة والإصغاء لعلاج وإدماج المتعاطين للمخدرات بالطينة. أنا نعتبر وأنه في الوضع الراهن هذايا إيجاد مركز آخر هو من باب العمل الخيري، لأن إيه هو من العمل الخيري. طبعا طبعا معناها أنت تناشدوا رجال الأعمال. نعم، وناشدوا معناها أصحاب النفوس الخيرة ممن يريدون البذل والعطاء إلى إنشاء مراكز أخرى حتى داخل الجمهورية لإنقاذ شبابنا، لأنه إحنا اليوم قدام معطيات واقعية، الإدمان داهمنا. نعم. فكيف السبيل إليه؟ لابد إذن من مداوات، ثم التوعية وثم مداوات، وكذلك حرص على المحاسبة. تبقى هالشباب هذايا اليوم العالم أصبح قرية، مش معناها منجمش معناها نغلق معناها كل المنافذ، ولكن مع هذا لابد من التحسيس. نحب نقول وأن راه تعاطي المخدرات والإدمان على المخدرات قد يؤدي إلى الموت، قد يؤدي إلى الانتحار، وربي سبحانه وتعالى نهانا عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالإنسان لا يقتل نفسه. يعني هل ربما نحب نقول أنا إلى شعبنا، إلى شبابنا، إلى أجيالنا، لسنا في حاجة إلى مخدرات، نحن في حاجة إلى منبهات. نعم، في حاجة إلى منبهات. الوعي منبه، والعمل منبه، والتربية منبهة، وإنشاء المشروعات منبهة. إذا نحن في حاجة إلى منبهات، وسيد هذه المنبهات هو القرآن الكريم، وسيد هذه المنبهات وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى اللي يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من تبحث عن النشوة التي تريد أن تحققها من خلال المخدرات، ابحث عنها في القرآن الكريم. نعم. وابحث عنها في الذكر، فلا شك أنك ستجد النشوة المطلوبة والراحة النفسية التي تنشدها إن شاء الله. نواصل مع مكالماتكم الهاتفية مشاهدين الأعزاء، نحاول نأخذ قدر المستطاع أكبر ما يمكن منها، لأنه فما عدد وافر باش يكونوا حاضرين معنا في البرنامج من زيدني علما. خونا نور الدين الغزاوي من تونس، مرحبا بك نور الدين. سيدي بالله انا نشكرك على هالبرنامج. يعيشك. نشكر على البرنامج ونشكر ضيوفك اللي جبتهم اللي معاك. يعيشك. انا عندي 6 بنات ولد. الـ6 بنات كلهم ربي يفضلهم لك معلمين. الولد عمره 32 سنه، من اللي عمره 17 سنه، وانا قاسي فيه على هالطفله دي، معناها حياتي يا لطيف. بددها، معناها الحمد لله يا ربي نخدم لباس وهو يخدم لباس عليه. ايه؟ ما عنده حتى شيء ناقصه، ولكن تورط لي وهو معرف
ومرته حبلة وهو معرسه وتورث لي فهذا الشيء رأي. نطلب من فضلك ومن فضل الأساتذة اللي معاك أنكم تعاونوني، خليني نوصله للمركز هذايا، وإن كان حتى نخلص راني كبرت راه قلبي يعد، راني كبتي واحدة أسف لا توعد بلا ما يحب بلا ما يحب بلا ما يحب ولا توعد بلا من فضلكم عاونوا عمي كيف أخلص أخلص لكم أخلص أخلص وعاونوني خلصكم من المركز ربي راني مأمور كرب عمري 50 سنة مريتش فرحة من عمري 17 سنة وأنا طاشي فيه من عمري في يوم جبت للطب درويت جيت بنيت عاوني يا عاوني مريت بموت وبتول بنقول لك عامل عامل ومخبي وراسه وبنك راسه للحاكم يا لطيف يا سنور الدين وسع بالك وسع بالك سنور الدين يا اخويا وسع بالك خليني نوصل نخلص وسع بالك سنور الدين الشاعرين بيك راهو بألمك يا سنور الدين وسع بالك وسع بالك راهو واعيين بالألم اللي انت فيه وما فماش اكثر من صرخة أب ما فماش أكثر من صرخة أب تعبر عن هذا الألم وعن هذا الإحساس كيف يشوف فلذة كبده هو يتعاطى في هذه الآفة اللي احنا مؤكد راهو المركز يسمع فيك ومؤكد أنه أهل الخير يسمعوا فيك ومؤكد أنه سنور الدين طالما ثم هالوعي هذا ومن صرخة أب بألم وبدموع بحرقة القلب الأب على ابنه صحيح 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 وهذا الألم راه واعيين به أما ساعات ابتلاء من عند ربي كيف إنسان ابتلاء من عند ربي ابتلاء من عند ربي واضح يا سنور الدين سي أحمد نعم 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 اللطف عليك يا سنور الدين اللطف عليك إن شاء الله بإذن الله فما كان الخير وطالما أنت اسمع رضاية الوالدين راهو باهية ادعي له بالهدايا وعليكم السلام رقمك عنا ونحاول انه نمد جسور التواصل ما بينك وما بين المركز حتى يتمكن ابنك وخاصة راهو رضاية الوالدين باهية برشا اذا كان انت راضي على ولدك وتدعي له بالخير وتدعي له بالهدايا باذن الله ان شاء الله ربي يغفر له وربي يسامحه وربي ان شاء الله يوصله الى الطريق القويم والصراط المستقيم سي احمد معناها نتصور فما برشا مشاهدين دموعها كما دموع الاب هذا وشاركوه احساسه والمه ومعاناته والقهر اللي في قلبه والغصه اللي موجوده في صوته فاكيد انه زاد راه ربي ساعات يبتلي الانسان بحاجه ولكن كيف يبتليه يلزم يعرف كيف يخرج من هذا الابتلاء. وصرخة الالم هذه اللي انطلقت من احشاء هذا الاب المكلوم هذا الاب الذي يعتصر الألم فؤاده لأن ابنه أمامه يتعاطى هذه الزطلة وهذه المخدرات وماذا عسانا نقول له الحقيقة أحيانا الإنسان لا يجد الكلمات ليرفع من معنويات هذا الإنسان لكن نقول له ألا بذكر الله تطمئن القلوب نقول له أن الأمل وباب الأمل في ديننا مفتوح وفي الإنسان لابد يكون فما شعاع أمل ينظر له ونقول له لعل إن شاء الله هذا الإبن يعود إلى الرشد ويعتبر بدموع هذا الأب البار نعم. هذا الأب حقيقة الإنسان مشاعره تغلبه في مثل هذه المواقف باش يعبر على إحساسه تجاه هذا نعم الأب نعم حقيقة تحس بتعاطف غير محدود معاه عنده حق معناه عنده حق عنده حق أنا شوف في دموع سي عمر انحدرت من عينيه معناها حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها قولوا له اسعى بكل الوسائل وكما قلت أنت سيادتك نحاولوا عن طريق المركز شاء الله. ربما إن شاء الله. نربط الصلة معه ونسأل الله أن يعفو عنه أن يتوب عليه أن يعود إلى الجادة اللي يحب يتوب سي أحمد ربي غفور رحيم شوف بين المعصية والتوبة لحظة صدق
يتوجه فيها العاصي إلى المولى عز وجل، يقول له يا ربي تبت إليك، ندمت على ما فعلت، انتهى كل شيء، يبدأ صفحة جديدة. التوبة تجب ما قبلها، الصفحة تكون سودة تولي بيضة في لحظة. توب ربي هذه حاجة صعبة مشاهدينا، سواء كان في المخدرات ولا في أي حاجة أخرى قمت فيها إثم، صعيب أنه واحد يستغفر ربي يقول يا ربي تبت إليك استغفرك ونحب نبدأ صفحة جديدة، هذا صعيب. لا تحتاج إلى جهد كبير، تحتاج إلى عزم، نعم. تحتاج إلى إحساس. يا أخي أنت اليوم غدا ستقف أمام الله سيحاسبك، يقول لك يا عبدي وهبتك الصحة، نعمة الصحة ففرطت فيها، نعم. يا عبدي وهبتك مالا، نعم. فأنفقته في الحرام وأنفقته فيما يضر، ستحاسب على كل مليم، نعم. أنفقته في هذه الأشياء المحرمة، لماذا أنفقته في الحرام، نعم. نعم. وستعاقب على ذلك. يا ابن آدم أفق، أفق من غفلتك، رد بالك، في قراه اليوم دنيا وغدوة آخرة، وسيسألك الله عن كل ما عملت. احنا طبعا سنواصل مع مكالماتكم اكيدا، وعدد دول حتى في لخيان في غرفة الاخراج يقولون فما عدد كبير من المكالمات، وحتى فما شكون توا كلمنا ما بعد المكالمة لسينور الدين من تونس ويحب يكون في بادرة خير معه، وان شاء الله توا سي عمر كان يناشد في رجال الاعمال باش يدعموا هذا المركز، لانه العمل الصالح ربي يكتب له حسنات أجره إن شاء الله كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. وكيف تمد يد العون إلى شخص هو في حاجة للعون وفي حاجة للمساعدة، إن شاء الله بإذن الله ربي يفكك من كل الغسرات. مش نحاول أيضا ننظر إلى المسألة من وجهة نظر قانونية، كيف يتعامل القانون مع متعاطي المخدرات؟ شنية القوانين الجزائية اللي يتعامل فيها القانون مع مثل هذه الحالات ومثل هذه الوضعيات؟ السيد محمد بوزويتين المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 معنا مباشرة في زدني علما. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك سي محمد، كنت تشاهد معنا البرنامج كامل تقريبا من انطلاق العينتين اللي انطلقنا بهم في الحصة، واستمعت حتى إلى الأولياء، واستمعت خاصة إلى المعطيات المتصلة بالأسباب وبالنتائج، ولكن حبينا نأخذ نظرة القانون وخاصة جزائيا لمن يتعاطى المخدرات. نعم الحقيقة والله حبيت أن نبدأ في نوري ببعض المعطيات الإحصائية اللي تبين أهمية الموضوع اللي اخترته الليلة، نعم، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. سمحت أن أنا بقي إني بحث الموضوع هدايا، نعم، وعملت بعض الدراسات متعلقة بموضوع المخدرات، مش أعطيكم بعض الأرقام اللي يمكن تكون فلكية اللي بتعرف خطورة الآثة هدية اللي حقيقة تهمل العالم كل دول العالم كل. يكفي فقط نشير إنه كل سنة استهلاك المخدرات تسبب في هلاك 200,000 شخص على مستوى العالم. 200,000 شخص على، نعم، مستوى العالم. نعم. أي. يكفي نقول انه مثلا بالنسبه للتكرور او الزطله اللي حكيت عليها، هذه آفة يعاني منها ما بين 120 و 224 مليون شخص على مستوى العالم. يا لطيف. الحجم الدور الماليه السنويه لعصابات المخدرات في العالم يبلغ 500 مليار دولار. يا لطيف. وهذا يمثل 8% من حجم التجاره الدوليه، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمواد الغذائية. آفة كبيرة. آفة كبيرة كان لابد المشارع التونسي باش يواجهها. نعم. في الحقيقة الحل للتشريع التونسي يعود إلى سنة 1992. 1992. نعم. لأنه احنا أحدث نص عندنا هو القانون عام 52 لسنة 92 مؤرخ في 18/192 والمتعلق بالمخدرات. قبل 92 كيف كان يتعامل المشرع التونسي مع الوضعيات هذه يا سي محمد؟ نعم في الحقيقة اللي يطلع القانون هذايا يلاحظ انه قام على مراوحة، نعم، بين جانب متشدد، جانب زجري ورعي من جهة، وجانب ثاني، نعم تسمع فيها؟ نسمع فيك سي محمد. نعم، وجانب ثاني هو جانب وقائي علاجي. أنا مش ركز معاكم مع الجانب الزجري والرعي،
ونخلي الزميل اللي مشي يعمل مداخله بعد الجانب العلاج والوقاي، ويمكن ان شاء الله الجانب الثاني هذيا يمكن يكفكف دمعه المواطن الكريم اللي كنت بسمع فيه يحكي على ابنه بكل حرقه والم، ونبشر بين ظفرين نقول وعدنا مع على نقائصه وعلى علات قانون 92 وعدنا جانب يخول للمدمن على المخدرات باش يتقدم من تلقاء نفسه او من عن طريق احد افراد عائلته باش يطلب العلاج دون يكون محل متابعه جزائيه. خلينا نشوفوا شنو هو المتابعه الجزائيه يترتب عليها ليتعاطى المخدرات. المجتمع التونسي في الحقيقه باش نحاول نلخص ونبسط المعلومات الموجوده في القانون هذايا، نقول قام القانون هذايا على تمييز بين جرائم الاستهلاك من جهه وجرائم الترويج من جهه ثانيه. استهلاك والترويج. عفوا سامحني سمعتك عفوا. الاستهلاك عندها عقوبتها والترويج عندها عقوبتها. نعم. بالنسبة للاستهلاك أو مسك مادة مخدرة بغاية الاستهلاك، المجتمع التونسي يعاقب عليها بالسجن من عام إلى خمس أعوام. من عام لخمس أعوام. نعم. والمحاولة موجبة للعقاب. باهي. باهي. هذا بالنسبة للاستهلاك. أما بالنسبة لجرائم الترويج، المجتمع هنا نحسوه يدرج في العقاب. في التشدد. من ذلك انه يعتبر انه المسك ولا الحيازه ولا التسليم ولا الشراء ولا الاحاله او ولا التوزيع لماده مخدره بين ترويجها العقاب يتراوح فيها من العقاب من 6 اعوام الى 10 اعوام. من 6 اعوام الى 10 اعوام. نعم. واكثر من هكا المشترك كذلك يضيف خطيه ماليه يمكن توصل الى 10,000 دينار. انا سي محمد نستسمحك في 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 سؤال. نعم. واكيد مش يستغرب البعض من هذا السؤال. نعم. يعني انت قلت اللي يستهلك من عام فما اكثر هكا ولا لا؟ من سنه الى خمس اعوام. نعم. من سنه الى خمس اعوام، معناها كما اللي يستهلك لاول مره، كما اللي يستهلك ثاني مره، كما اللي يستهلك الثالث مره، الكل كي بعضهم. نعم نعم ياسر، يعني سؤال رشيق جدا. نعم سي محمد. نعم نجاوبك. تفضل. نعم شو نقول؟ المشرع لم يميز. لم يميز. المشرع التونسي لم يميز بين حالات الاستهلاك. فقط شو يقول المشرع؟ يقول معناها وايا كان نوع المخدر سي نوريا. ايا كان النوع. نعم علما أن المشرع التونسي جاء عمل قائمه للمواد المخدره هذه. هذا من عام 92 لم يحين. نعم. هذا القانون طبعا هو قاعد طبعا من حق المشرع باش ينقح القائمه هذه. أيوة. ويحينها. لانه في تقديري تعد نقيصه هذه وثغره. نعم. نعم. من الثغرات. نعم. نعم. وربما مش من العدل لانه نحكم على شخص تعاطى لاول مره وتابع عليه ربي وقال لك انا فقط باش نجرب والاخر يستهلك مرتين وثلاثه وعشره. نعم أو باش نعطيك التوضيح سي نوري بعد اذنك. نعم. لكن عفوا. تفضل سي محمد. نعم. نسمع فيك سي محمد. نعم نعم نعم. حبيت نقول انه المشرع التونسي نوصل لفكرتي ونرجع لسؤالك الرشيق سي نوري. نعم. باش نبين التسلسل في تدرج العقاب. المشرع بعد يعاقب كل من خرط في عصابه ويديرها لغايه ترويج مخدرات. المشرع التونسي يجب يوصل بالعقاب في الجريمه هذه الى عقوبه مدى الحياه. وخطيه سي نوري تنجم توصل الى مليار من المليمات التونسيه. هذا على المستوى العقوبات هذه. انت سالتني قلت لي هل هناك من فرق بين الاستهلاك لاول مره واستهلاك يعني فيه عود؟ نعم شو نقول انا؟ في صوره العود هذه هي المصطلح القانوني. أيوة. وتكرار الفعل هذايا المشرع التونسي يلزم القاضي يلزمه بأن يحكم دائما بأقصى العقاب. يلزمه إلزاما. يمكن الحاجة اللي نحب نبينها في سنوري في النقطة في المجال هذايا. نعم. إنه المشرع التونسي منع القاضي من تطبيق ظروف التخفيف. إيش معناها؟ وقت نرجعوا للأول نص اللي حكينا فيه على الاستهلاك. نعم. إيش قلت لكم أنا؟ قلت لكم من سنة إلى خمس سنوات. أيوة. ليس للقاضي أن ينزل بالعقاب دون سنة. ما فيش اجتهاد هذا. أدنى عقاب يجب يحكم به القاضي هو سنة. نعم. حتى وإن كان الاستهلاك لأول مرة. وهنا تطرح الإشكال في الحقيقة. وصحيح أنا بصفتي القضائية عندي واجب تحفظ. نعم. لكن نحن نعمل إشارة هنا إلى رأي رجال القانون. نعم. اللي شافت عفوا شافت أنه كان بإمكان المشرع أنه يعمل ظروف تخفيف خاصة مع بعض الفئات اللي تكون ضحية
عصابات وضحية أطراف تجرهم إلى عالم الاستهلاك وعالم الإدمان. نعم. طبعا هذا علم السينوري أنه هناك لجنة وطنية درست وهي بصدد إعداد مشروع جديد وتنقيح لقانون 92. نعم. أنا حاب أبين فقط أنه العقوبات كنت نحكي لها منذ حين توا واللي تميز شددها وسيرتها الزجرية والرادعة، المشرع زاد ضعف منها العقوبات هذه بحسب بعض المعايير. كلما كان المجني عليه طفلا فالعقاب يضاعف، كلما كان الجاني خاص في جرائم الترويج أيوة. من بين الأطراف اللي المشرع هدلها باش تكافح جرائم مخدرات من بعض الأسلاك سواء كانت أمنية أو قضائية، فرضا لا قدر الله تورط أحد الأسلاك هذية وأحد المنتمين لهذه الأسلاك في جرائم الترويج فالعقاب يضاعف. ما حكمة المشرع في ذلك يا سيدي؟ نعم نعم طبعا هو طبعا هي هناك رؤية تشريعية نعم قادة مشرع في 90 اعتبرت أنه الحل هو انه وقت عباره عن يكون العقوبه كبيره يمكن اذا يكون عنده اثر يدفع بالناس باش ما تقربش للجريمه. واضح. هو النصوص التشريعيه واضحه وخاصه في سن القوانين واضحه. يبدو ان فما سؤال الاستاذ عمر السي محمد. كان سامحني سي محمد ونختم به السؤال هذا مع سي محمد. المدمن على المخدرات مش يدخل السجن، مش يدخل في حالة عصبية، في حالة نفسية نعم. وربما هو يحتاج هنا إلى معالجة، يحتاج نعم. إلى علاج نعم. بالتالي هنا ربما يدخل السجن مش يتعب الناس اللي في الحبس معه، مش نعم. يتعب السجن نعم. وإحنا نسمع البراء قاعدين نسمع عبر مواقع معينة وأنه ثم ناس قاعدة تدخل في مادة المخدر في البسيسة وفي غيرها معناها من الأشياء نعم. معناها اللي نعم. تقدم معناها في شكل طحين نعم. فهنا أنا نرى وأنه ربما هنا المشرع ثم نسبة من القصور، لأن الناس هذوما في حاجة إلى علاج قبل العقاب يتعالج وبعد لما يدخل معنا في حالة عقاب، والمطلوب من العقاب طبعا هو الإصلاح، هو التأهيل من جديد. نعم نعم أنا أوافق الرأي سي سي عمر. نعم سي عمر وافقت الرأي في النقطة هذه، لكن يعني يمكن أني استخدمت قلت لكم مشاهد كيش عن جانب التشددي والجانب الزجري نعم. لكن الحقيقة باش ما نظلمش المشرع هذه رغم نقاص قانون 92 نعم. راه القانون 92 أحكى على الصور اللي يمكن فيها المحكمة المتحدة بالقضية باش تحكم في صورة الحكم بإدانة المتعاطي المخدرات باش تحكم بإخضاع هذا المستهلك إلى العلاج نعم. لفترة حاجة طبيب مختص صحيح. كما قلت لكم أنا راه عدنا ثم جانب في بعض مشرق بعض الشيء في القانون 92 مش كل واضحين نعم نعم لأنه ولكن في نقائص أيضا عطاء إمكانية للأعفام للعقاب نعم. عطاء إمكانية من الأعفام للتبع مش نحكي ياسب لأنه مجال زميل مش يمتلك نعم. بعدي سي محمد أقول فقط أيوة في نقائص اللي تطرح يعني ترجع قانون تروحوها أيوة هو مش صحيح. احنا في تونس اكثر مواد المخدر الاستهلاك هي التكروري او الزطله نعم طرح اشكال سي نوري حاليا أيوة. مع شنو مع الخلاص المخدره نعم عاد اشكال انه الخلاص المخدره هذه هي الحقيقه جرمها ولا المشرع وقت ميز المشرع بين المواد المخدره خليها جدول الباء أيوة. وخلاص المخدره جدول الف ايوه سميها مواد سامه جرمها ام لم يجرمها في استهلاك صحيح سي نوري. هو الاشكال هنا المشرع بخلاف قانون 92 نظم المواد السامه والمواد السميه في قانون يعود لسنه 66 هذا قانون يعود لسنه 1966 تحديدا 26 جويلية 69 عفوا نعم وفي الحقيقه عندنا اشكال كبير اشكال انه اللي يقرا النص برمته اغلب القراءات واغلب الاراء تذهب انه المشرع في الحقيقه ما فيهش نص واضح يجرم استهلاك هذه المواد أنا مش أحكي على مخدرات في نوريا نعم نحكي على قراص المخدرة وملف ألفها نعم. حتى كنت أحكي بعض الأطباء وعلماء الاجتماع أو الاجتماعين أحكيوا على المذيبات وأحكيوا على المواد المهلوسة بودنا إنه المشرع يدخل ويعطي موقف صريح وواضح في هذه المسألة نعم. لأنه هناك نوع من الغموض. البعض من المحاكم ذهبت إلى القاضي في بعض الفصول يمكن مدخل لتجريم هذه الافعال لانه في مخطر كبير وقت ما صغارنا سمحني سي نوري مش حكيك بعض الصور اللي يمكن تدهشك نعم احنا عندنا صور اللي صغارنا يعملوا كسكروت سمحني من السراج يشوفوا الخبز يقصوا على اثنين ويعبيها بالسراج وياكلوه يا لطيف عندنا صغارنا اللي بعض اللي يشم في الكولا ويشوف في الدليان وللاسف بخلاف الجانب الصحي معناها جانب تدميري على صحه الافعال هذوما نعم راهو بخلاف
ما تصورش شنو الجرائم اللي يكون ارتكابها. نعم. بعد ما يدخلوا في حالة هلوسة وفي حالة هذيان وفي حالة غياب عن الوعي. نعم. ومع ذلك يا سي محمد، ومع ذلك القانون لم يهمل جانب الإعفاء من التتبعات إذا كان الشخص ربما حب يتوب وحب يعلم. أكيد. أنا مش نتبعها. أنا مش نتبعها المسألة. نعم. نعم. شكرا ليك سي محمد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 على هذه الإضافات، وخاصة على معطيات مهمة وجديرة بأنه نركز عليها اليوم في مثل هذه الوضعية، خاصة ما بعد الثورة فما وضعيات جديدة. قانون 92 يزمو تنقيحات، يزمو تحيين، وهذا اللي مطلوب منا. مع التحية والتقدير سي محمد. شكرا سي محمد بوزويتينا المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2. سي أحمد، المسألة سعادة الشعب، معناها تقول أنا مش نوصل إلى خيط لكي يكون ثم ردع، ولكن مع الردع ثم بعض النقائص. إذن الحل ليس في الردع حسب رأيك أنت يا سياح. هو الردع مهم في مرحلة ما، لكن اللي أهم من الردع هو التحصين والإحاطة والوقاية وزرع ثقافة لدى الشباب ولدى الناشئة. لازم الجهاز الحكومي الدولة بتشريعاتها بسلطتها أنها تقوم بسن أشياء من شأنها أنها تحاصر هذه الظاهرة. نعم. للتقليص منها. نعم. أنا كي نسمع مسؤول في فترة ما بعد الثورة وقبل الانتخابات، مسؤول في الدولة يقول الزطلة سيدو لا دروغ دوس، يعني هي مخدر خفيف ولا بأس به، نقول يا خيبة المسعى. نقول ما عيب أنه يتقال الكلام هذايا في وسائل الإعلام أو ربما في مواقع اجتماعية. لابد أنه اللي يحصل هو أنه نطوق هالظهر هذه بكل الإمكانيات، تربويا اجتماعيا سياسيا قضائيا. نعم. التوعية، الأسرة. فعلا. المعلمين، الأئمة، الكل، الناس كل يلزمنا نتعاونوا. نعم. باش نطوقوا هذه الظاهرة وباش. نعم. ننقذوا أبنائنا من هذه الآفة الخطيرة. أنت ذكرت الجانب الردعي، ولكن ذكرت وهو هذا مهم الجانب الوقائي. ومعنا الأستاذ رشيد فرح محامي، مش يعطينا كما تعرفنا على الجانب الجزائي. أستاذ رشيد، لابد أنه أيضا نتعرف على الجانب الوقائي وجانب خاصة الإعفاء، لأنه أنت تتكلم بلسان الدفاع. سي محمد بوزويتينا منذ قليل أحكينا عن القوانين التشريع المشرع التونسي كيف تعامل مع هذه المعطيات قانونيا، ولكن أنت تنظر أيضا المسألة من وجهة نظر أخرى. سي رشيد أهلا وسهلا بك. أستاذ رشيد فرح معنا مباشرة، إذا كان حاضر معنا وتسمع فينا مرحبا بك سي رشيد. إذا كان مش معنا نمشي مباشرة إلى الروبرتاج لأنه حبينا ننظر كذلك. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. أهلا بأستاذنا سي أحمد بوشحيمة. أهلا بسي عمر. شكرا. وإن شاء الله موفقين. يعيشك يا أستاذ رشيد، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سي نوري. مرحبا بسي. السؤال اللي حبيت نطرحه سي رشيد، إذا كان إنسان حب يتوب وعلم على روحه ويقول لك أنا يا أخوي راني نحب ناخذ صفحة جديدة ونبدأ صفحة جديدة، كيفاش يتعامل القانون مع هذه الوضعية؟ بالنسبة للجانب الوقائي في قانون، نعم نعم يا أستاذ رشيد، اسمعنا مباشرة من خلال التليفون فقط مش من خلال الجهاز التلفزة. إذا كان جاهز حاضر معنا مرحبا به، إذا كان مجهز نمشي مباشرة للروبورتاج ثم نرجع مع الأستاذ رشيد فرح. كيفاش تتم عملية العلاج وشكون يقوم بعملية العلاج؟ تم عملية العلاج تتسمى تقريبا 3 مراحل. المرحلة الأولى هي أنه هو المدمن يعطي رغبة أنه يحب يعالج، هذاك هو اشترى العلاج. المرحلة الثانية متاع العلاج هي اللي تكون في أي مركز للعلاج الإدمان، فما علاج طبي خاطر نحيو العوارض داك نتاع الادمان الوجائي او لي دولور، وترتبط زاد بالديبرسيون، معناها اغلبيتهم يمروا بالمرحله هذيك. لازم نعطيو ادويه باش نعالجوه بدنيا ونفسيا للحاله هذيك، نحاولوا نلقاو شنو السبب
الفعلي اللي دفعه للإدمان، ونحاولوا نقصوا منه، معناها نقويوا العزيمة عنده، الإرادة عنده، قويوا شخصيته شوية، فهمتني، نساعده. المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي السويفي، وهذه المرحلة اللي تقريبا كل المراكز وحتى المركز متاعنا يفتقر لها شوية، على خاطر السويفي لازم المتابعة البرة، لازمها برشا إمكانيات ولازمها برشا عباد وكل شيء. المخدر ما عندهمش تنحى من الجسم، يعمل أعراض رداد مثلا، ولا وجيعة راس، ولا وجيعة في البطن، والإنسان يحس روحك في اللي عنده لقريب، خشمه يجري وعيني تجري وفشل كبير وتعب، ويولي عصبي، واللي معناته نرفوزي، ما عندهش سعبال، وبرشا علامات اخرى، نقص في النوم شديد، حتى اللي يعمل تخيلات والاستخايل وكل. اذا هذوما نعطيو حنا الدواء، دواء نتاع الرداد، دواء نتاع الاوجاع، نقص الاوجاع، دواء نتاع النوم، دواء مهدئه، باش يولي معناتها الشخص قادر على التحملها. العلاج يتم مع سويفون، معناتها انت والنوع المخدر اللي يستعملوا، فهمتني؟ عندنا معناتها منهج ماشيين به سويفون، معناتها النوع نتاع المخدر اللي كان يستعمل فيه. فما مخدرات معناتها بسيطة اللي هي كما الكانابيس وكما الكول وحاجة كما كيك، معناتها الدواء نتاعها ساهل، معناتها ونجم نخرج المدمن هذايا من الحالة نتاعه الإدمانية، فهمتني؟ وفما دواء معناتها اللي بالنسبة للجماعة اللي يعطيو يستعملوا السوبيتكس، سيرتو السوبيتكس اللي يحقنوه، خاطر السوبيتكس هذاك ممكن فما شكون يستعملوا كطوابع، فهمتني، طابع معناتها يشربوا، وفما شكون يستعملوا كحقنة في العرق، فهمتني؟ هذاك هو اللي يتطلب أكثر معناتها إحاطة بالشيء هذاك وأكثر دواء بالشيء هذاك. بيسكو هي ولات إبيديمي، معناها حاجة منتشرة برشا في المجتمع. حاولنا نكون العلاج على مرحلتين، مرحلة فيزيك، علاج معناها بدني، وبعد المرحلة الثانية هي العلاج النفسي، خاطر أهم حاجة لازم بدنه يتخلص من السموم هذيك، وبعد نحاولوا نعملوا له علاج نفسي وتأهيل وتحسين سلوكه وتسيترا. شكون هو الناس اللي تقوم بعملية العلاج؟ والله احنا فريق معناته متكامل، ثم الطب العام، ثم الأخصائي النفسي، ثم الطبيب النفسي اللي هو أنا، ثم أخصائي اجتماعي، وثم منشطين اليوم بخاطر الوقت مش يمر عليهم الرزين، الناس هذوما في فترة الإقامة لازم يقع ملء الوقت هذا متاعهم. دونك المهتمين هو الطاقم الطبي اللي موجود هوني من ميدسان وديزانفيرمية مسؤولين هوني، ومن بعد نمشيو للمرشدات الاجتماعيات واللي سوسيولوج والكل، هما يحاولوا يعملوا له تأهيل، معناها باش ينجم ينخرط بطريقة أخرى وأسهل في المجتمع، خاطر تعرف أنت أي واحد يتعرف في مجتمعنا ذاك راهو يتعاطى المخدرات بطبيعة العباد الكل باش تنفر منه. تحية لهذا المركز من جديد، وأكيد فما أصوات قاعدة توصلنا من أجل دعم هذا المركز، من أجل الإحاطة بالناس الموجودة فيه. ولا بد أنه في ختام حصتنا اليوم ننظر إلى الجانب الوقائي في هذه المسألة مع الأستاذ رشيد فرح من جديد معنا كمحامي. كيف ينظر إلى الجانب الوقائي لمن يتعاطى المخدرات ويحب يبدأ صفحة جديدة في حياته؟ كيف يتعامل مع القانون؟ أستاذ رشيد أهلا وسهلا بك مجددا. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالسادة الضيوف وبالمستمعين. يعيشك والمشاهدين. أولا سي نوري السادة المستمعين، نقول أن الوقاية نوعين. النوع الأول واللي أنا نركز عليه ونعتقد أنه هو الأساسي، هي يجب أن تتوفر الوقاية في المحيط العائلي، والأسرة هي المسؤولة الأولى، وفي المجتمع. نعم. ونعتقد أنه إحنا شبابنا ضحية 50 سنة من التصحر الروحي اللي خلى القيم تضعف، واللي خلى الرقابة تنعدم، واللي خلى سلطة العائلة وسلطة العائلة الموسعة والضيقة تضيع في المجتمع، وخلى الطفل ينشأ متحللا كل هذه القيم ويغطس في المخدرات كما شفنا منذ حين في المسمع اللي عديتوه في البداية. طفل في السنة الثامنة أساسي ويتعاطى في المخدرات، وهذا شيء يؤسف له. وبالتالي نعتقد أن الوقاية الأولى هي مسؤولية المجتمع، ويجب التركيز على ذلك، ومسؤولية الأسرة. ألو؟ نسمع فيك. الجانب الثاني اللي هو تعرض المشرع في قانون 14192، نعم، فيه قسمين. أول شيء المشرع نص على إمكانية الإخضاع للعلاج، وأن المدمن على المخدرات بإمكانه أن يطالب شخصيا وقبل إجراء أي تتبع ضده بإخضاعه للعلاج. وهنا المشرع ينص صراحة أنه وقت يطلب هو
إخضاعه للعلاج يعرض على اللجنة الطبية المكلفة بعلاج المدمنين على المخدرات ويعفى من كل تتبع. ويقع إشعار السيد وكيل الجمهورية الذي يأذن فقط بحجز المواد المخدرة ولا يقوم بتتبع ذلك الشخص ويعفيه من العقاب. وأنا نعتقد أن الإجراء هذا المتخذ فيه تشجيع على الالتجاء إلى العلاج، فيه تشجيع على التخلص من الإدمان، وفيه تحقيق لبراءة ذلك الشخص وإعفاءه من العقاب، وهذا أمر طيب. الحالة الثانية بالنسبة للأطفال، وأنا أطلق من تلفزتكم صيحة فزع، لأنه اللي شفناه بعد الثورة شيء معناها مخيف جدا، انتشار المخدرات في المعاهد وحتى في المدارس الابتدائية. وأنا مبشر كل الأطفال وكل الأسر وكل الأباء والأمهات أنه بإمكانهم أولا أن يعفيوا أبنائهم من أي عقاب ومن أي مساءلة ومن أي تتبع. أولا أنه يقع إشعار اللجان الطبية المختصة واللجنة الطبية المختصة باش يخضعوهم للعلاج وبالتالي فنهم يعفوا من التتبع. ثانيا المشرع نفسه يقول أنه يمكن حتى بالنسبة لقضايا الأطفال اللي ما يمشيش الطفل تلقائيا أو وليه أو محاميه أو أصوله أو فروعه أو أخوه، اللي ما يمشيش طول اللجنة واللي ما يطلبش إخضاعه للعلاج يمكن للمحكمة نفسها وقت تعهد بالقضية إذا كان فيها الطفل أن تعفيه من العقاب وتخضع للعلاج فقط مراعاة لصغر سنه ومراعاة لظروفه. وهنا بالنسبة للنص كان واضح فصل 19 من قانون 1492 بعد تنقيحه في 30 نوفمبر 98 يقول أنه بإمكان المحكمة أن تعفيه من كل تتبع بالنسبة للطفل هذا. وبالتالي نعتقد أنه أبنائنا الصغار، أبنائنا التلامذة، أبنائنا اللي مازالوا قصر بهم عندهم فرصة ذهبية ليهم ولعائلتهم لترى أن في بعض سلوكهم شيء مريب أن تلتجي للجنة الطبية هذه وتطالب بإخضاعهم للعلاج، والعلاج مجانيا تتكفل به المجموعة الوطنية، والعلاج يضمن لهم كذلك بالخصوص الإعفاء من أي عقاب ومن أي تتبع. وذلك الحبل على الغرب. فنعتقد أنه يا رب المسعى، وأنا تأسفت وسامحوني بالكلمة هذه، منذ يومين فقط الصحافي اللي كان موقوف في السجن وقت اللي خرج يقول لقيت 40% من الغرفة اللي هو موجود فيها مسجونين من أجل تعاطي المخدرات. يا لطيف. ويلوموا المشرع التونسي يقول عليه يعاقب فيهم لأنه تكيف مرة. احنا اللي تكيف مرة يتكيف مرتين. وراه المشكلة أنه هالآفة هذه كما ما نقطعوش دبرها في المجتمع التونسي فهي كفيلة على أن تمتد كما تمتد النار في الهشيم وتقضي على الأخضر واليابس وتقضي على شبابنا إذا كان وصلت المدارس الثانوية وتو حاليا الدور في المدارس الابتدائية. يا ستار نهرخ من القاش في الروضة. أستاذ رشيد فرح، أنه يجب الضرب بكل صرامة في قضايا المخدرات ويجب تحقيق الردع، لأنه بالردع ولا شيء غير الردع إذا كان ما ربيناش، لأنه احنا تويك عنا جيل تاع 50 سنة اللي هو قدامنا هذاك ما نجمش نربيه تو حاليا. يجب ردعه ويجب تحقيق التربية لغيره. شكرا للأستاذ رشيد فرح على هالإضافات، وخاصة خليت لنا باب أمل للي يحب يتوب، اللي يحب يبدأ صفحة جديدة في حياته. فما برشا مكالمات مشاهدينا الأعزاء نعتذر منها اعتذار كامل لأنه ما كانش المساحة كبيرة من أجل أن يأخذوا عدد وافر من المكالمات. إن شاء الله في فرص أخرى نزيد نفسح المجال معاكم أمام مواضيع عندها صلة كبيرة بحياتكم، شواغلكم، بواقعكم، وأكيد أنه سنعود إلى مواضيع على صلة بهذه الحساسية في حياتنا. شكرا لمشاهدينا. الصيحة الأخرى اللي نفسحوها هي صيحة الأمل للي يحب يعاون مركز طينة من جديد، وخاصة وضعية كنا نشاهدوا فيها ونسمعوا فيها منذ قليل مع أب اللي صرخت الأب تكلم بكل حرقة ويحب ابنه يكون في طريق قويم وصراط مستقيم وتوب عليه ربي من هذه الآفة. اللي يحب يمد يد العون، مكالماتكم تجم توصيل إلى القناة ونمدوا جسور التواصل بينكم وبينه. شكرا على تواصلكم. شكرا للأستاذين أحمد بوشحيمة مع التحية والتقدير. أستاذ أحمد شكرا لك، بارك الله فيك، يعيشك. تواصل مثل هذه الحلقات. شكرا أيضا للأستاذ عمر الملولي مع التحية. أستاذ عمر بارك الله فيك، لكن نحب نقول للعائلات للأباء للأمهات هاكم تروا في عينات وتسمعوا بالله يبارك فيكم أبنائكم بناتكم وراهم أمانة، نتحملوا هالأمانة هذه معا، تواصلوا مع المدارس مع المعاهد، ما تستقيلوش من الأدوار متاعكم، راهي أخطار كبيرة تهد مجتمعنا، فلتكون معنا الأيدي في بعضها باش ننقذ هالمجتمع وتكون الأمة متاعنا إن شاء الله على موعد مع النجاحات. شكرا لمشاهدينا الكرام على تواصلهم معنا، أهلا وسهلا بكم دائما في قناة القلم وفي زدني علما، ونلتقي نهار الجمعة القادم بإذن الله مع موضوع آخر
في زدني علما. إلى اللقاء. أخيرا في تونس وفي عالم الدراجات النارية، زيموتا أرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا اليوم في عالم الدراجات النارية، استجابة تامة لمواصفات الجودة والسلامة. زيموتا أكبر مخازن لقطع الغيار الأصلية وشبكة ورشات وفنيين مختصين في الصيانة في أغلب مناطق الجمهورية. زيموتا قوة وأناقة. زيموتا مفتاح الطريق. زيموتا From the world to the world. شركة صناعة الدراجات 21-807-807.
الداعي أيقظنا ثانية فالعالم محن وقرانا حاصرها جدب وانشغلت بالفوضى المدن العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن الله الله واضطربت في البحر السفن يا هذا الداعي ساعدنا قد دب بساعدنا الوهن اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن الله الله شام تبدو أو يمن اكشف برؤاك لنا الآتي نحن ببلوانا نمتحن جدد دعوتنا للمولى جددها تنصرف الإحن نرجع لله من المنفى فالله الله هو السكن كفي عن هذا البكاء الناس في الخارج يسألون عنك ولابد أن تخرجي إليهم لا أريد أن أرى أحدا دعوني وحدي دعوني وترضين الفضيحة يا مولاتي وماذا يقول الناس إذا لم تخرجي إليهم وماذا يقولون عن والدك ارحميني لا أحب هذا الشاب الذي لم أره من قبل ستحبينه مع استمرار الحياة بينكما إنه شاب تتمناه كل البنات وذات يوم سيكون خليفة للمسلمين لا أريد خليفة ولا ملكا أريد شابا بسيطا يحبني وأحبه